السؤال الأول والسؤال الخامس. بالنسبة للسؤال الأول، ما المستقبل اللي منظور لهذه الشبكات في السنوات الخمسة القادمة؟ طبعاً هي فترة خمس سنوات، يعني وجدناها هي فترة قصيرة في عمر الإنترنت أو عمر المواقع التواصل، فتوقعنا يعني بحسب الآراء والنقاش إنه أعداد المستخدمين قد تزيد خلال هذه الفترة، يعني من خمس سنوات هذه الشبكات، لكن ليست بالنسبة الكبيرة التي رافقت الثورة بهذه المواقع التواصل خلال الفترات الماضية. فنتوقع أن هذه زيادة في عدد المستخدمين، لكن قد تتحول المواقع وقد تتغير، فقد يتغير من فيسبوك إلى تويتر إلى إنستغرام، لكن خلال خمس سنوات قد ينقص الفيسبوك عدد المستخدمين في الفيسبوك، وقد تزيد في أماكن أخرى ومواقع أخرى، وقد تظهر مواقع جديدة منافسة تختلف عن كل هذه المواقع الموجودة. هذه كانت نقاشنا عن النقطة الأولى. بالنسبة للسؤال الخامس، كان هل نجحت ويكيبيديا العربية في تعزيز تواجدها على الشبكات الاجتماعية؟ يعني عندما طرح هذا السؤال، يعني قلنا بالإجماع جميعا في كلمة رجل واحد ومرأة واحدة أن الإجابة هي كانت لا. وكان السؤال هل أحد منا كان قد تعرف إلى ويكيبيديا عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي؟ فكانت الإجابة أيضا قطعا لا، بالعكس يعني فالكل كان تعرف على ويكيبيديا من خلال ويكيبيديا أو من خلال مواقع أخرى اللي هي أشهرها هي جوجل، محرك البحث الرئيسي يعني. أسباب عدم نجاح ويكيبيديا العربية يعني ازداد النقاش في هذه النقطة، فكان تعدد الأسباب لعدم نجاح ويكيبيديا العربية اللي هي لطبيعة الناس في التواصل الاجتماعي، فالأشخاص اللي هناك في مواقع التواصل الاجتماعي كانوا يريدون تواصل البحث فقط كيف اخبارك، صوره من هون صوره هون، تشيك ان، انا بشرب الشاي في المكان الفلاني وهكذا، وما كان في يعني في ما في عندهم ما شعر الناس في تواصل او فكره في العمل التطوعي مش عارف. فراينا ان هذا هو السبب الرئيسي هو عدم فعل الناس او عدم ثم نشوفوا كل واحد اللي يكتب
تعملها وكل الحكايات. نزيد إضافة هنا في الإدارة، النقاشات التي تدور خارج إطار ويكيبيديا لا يتم توثيقها ولا يعني تبقى في الفيسبوك ويعني لا تكتسب في هذا الإطار. يجب في كل مرة نعيد الطلب للمشاركين في مواقع السوشيال ميديا لتوجيه وإعادة الدخول إلى موقع ويكيبيديا والمشاريع الأخرى لإثراء النقاشات في موقع ويكيبيديا وليس في موقع الفيسبوك. يعني في موقع الفيسبوك يتم فقط فيه تنويه إلى مشكل أو توجيه المستهدفين، في المجموعة إلى موقع ويكيبيديا اللي يتم فيه النقاش والإتيان بنتائج تكون إيجابية وحتى الاعتبار المشروع بالإجابة وبسلب التبني أو رفض المشروع أو في حالة مقالات ولا صفحات اعتمادها أو حذفها أو أي شيء. مهم أن تكون النقاشات تكون بصفة أساسية في الموقع، وهذا يعني شيء في مجال الإدارة شيء سلبي بالنسبة لويكيبيديا. يعني المواقع التواصل الاجتماعي تأتي بأشياء بنتائج سلبية، يعني المشاركة في مواقع ويكيبيديا تتوجه نحو مواقع السوشيال ميديا بالعكس. عندنا في الأخير كل ما يتعلق باللي كونتست بالويكي كونتست، هذه مثلا على الويكي اوف مونيمنتس او الويكي اوف ايرث. احنا في اليوزر جروب تاع الجزائر ساعدتنا كثير السوشيال ميديا، لانه الجروب تاعنا في الفيسبوك قدرنا نجيبوا اكثر من 1000 صوره في الويكي اوف مونيمنتس، 600 في الويكي اوف ايرث، وحتى ما كان عندنا اليوزرز كثير. هذا هو الجانب الوحيد اللي نقدر نستعملوه في السوشيال ميديا. اما كما تكلم صديقنا كان راح يبيع كل تخطيطاتنا، احنا في السوشيال ميديا انا بالضبط درت فيديو توتوريال كيف تطور مقاله بالدرجه الشمال الافريقيه، كما نقولوا احنا باش هذو جماعه الشمال الافريقيه يفهموا كيفاش يغيروا ولا كيفاش يديروا الانستاليشن تاع الميديا ويكي وتاع كل الحكايات المتعلقه بالويكيبيديا اصلا. نضيف حاجه شيء ايجابي بالنسبه لعهد ويكيبيديا في الاشياء الايجابيه. السوشيال ميديا دفعت مواقع مشاريع ويكيبيديا الى التطور نحو انشاء يعني اضافات مثلا نذكر منها الفيجوال اديتور والطريقة تصفح الصور في ويكيميديا كومنس على شكل سوشيال ميديا. دونك يعني هذا دفع موقع مشاريع ويكيميديا الى التأقلم مع التطورات الحالية. شكرا. أول صعوبة هي صعوبة تعامل مع صفحات النقاش، تفضيل
استخدام رسائل التواصل الاجتماعي عن ويكيبيديا، وثالث حاجة هي قيود موجودة في ويكيبيديا اللي تعيق البعض عند استخدامها، كما مجالات المتصفح، نقاشات وتحرير المقالات. وكمان احنا كان عندنا السؤال السابع اللي هو بتاع التحديات التقنية. لقينا ست حاجات. أول حاجة حقوق النشر والتأليف للصور، إن على الفيسبوك حقوق النشر والتأليف يعني متاح بسرعة، يعني بيبقى في دماغنا إن احنا بنرفع الصور على الفيسبوك وهي بتاعتنا، فمفيش ما بقاش عندنا فكرة إن في لايسنس وفي رخصة وكده. لكن في الويكي لو واحد بدخل نفس المايند سيت بتاعت الفيسبوك فبيبقى متخيل هو لو يرفع اي صوره مش لازم يبقى فيها رخصه او حاجه. فالاختلاف بين المايند سيت اللي هنا واللي هنا بيبقى ممكن يوقف الناس شويه ويعقبني. تاني حاجه هي صعوبه التعامل مع معالج الرفع على كومنتس. بيبقى صعب شويه على الناس الجداد اللي بيتعاملوا مع كومنتس وبتبتدوا يرفعوا صور، غير الفيسبوك اسهل بكتير اكيد. الفيسبوك وغيره يعني. تالت حاجة محدودية التطبيقات على وسائل الاتصال المختلفة. I'm not sure what they mean by this one. حقيقة يعني بس يمكن حد ممكن يقدر يساعدنا ولا؟ تالت واحدة أنا مش فاهمة أصلاً. معناها هي اللي كتبتها. تالت حاجة إن شاء الله. محدودية التطبيقات على وسائل. تالت نقطة عندنا هي محدودية التطبيقات على وسائل الاتصال المختلفة. بمعنى مثلاً إن إحنا أنظمة الألجوريتم مثلاً فيها تطبيق الويكيبيديا، فيها تطبيق ممكن الكومنتس مثلاً، وأنظمة تانية زي الأب مثلاً مفيش تطبيقات. فهي دي فكرة المحدودية اللي هي حتى الأنظمة العادية مش هي أندرويد مثلاً. بالنسبة لوسائل الاتصال يعني في أنظمة عليها تطبيقات معينة اللي تخص ويكيبيديا، وفي أنظمة ما عليهاش الأنظمة ما عليهاش التطبيقات. فدي فكرة المحدودية. شكراً. رابع حاجة هي إن بعض الناس ما تبقاش عارفة إن هم ممكن يحرروا ويكيبيديا، يعني بيكونوا متخيلين إن في ناس مسؤولين عن تحرير ويكيبيديا إن هم مش هم، يعني في مجموعة معينة كأنه هو مؤسسة مثلا وفي ناس بتشتغل فيها، لكن مش كل الناس اللي تحرر. طبعا على عكس الفيسبوك وتويتر كل واحد عارف إن هو عنده الحق إن هو يعمل ينشأ حساب عليه، يمكن ممكن نستفيد ببعض البوبليستي يعني. خامس حاجة اختلاف طرق التواصل بين المستخدمين في مواقع التواصل الاجتماعي عن الطرق المتعارف عليها ويكيبيديا، ويعني كان مثال الأكبر لصفحات النقاش مش سهلة الاستخدام زي الفيسبوك وتويتر في الجروبس والبيجز. خلينا ناخد على الأقل وقت طويل في إن احنا نعرف الطلبة جدد ازاي يستخدموا صفحات النقاش. خامس حاجة صعوبة فهم وتعدد السياسات بتاعت الويكيبيديا كتير ومزعجة أو ما أي طلب جديد أو ما أشوفه. بس يمكن هي دي الحاجة. شكرا. أوكي شكرا لين لين و هل من أسئلة؟ أسئلة. ما في لحظات لكن صدقت شغلة. أوكي نمر نروح مع رابعة. نص ونص. نص. هو في سؤال أنا كنت صاحية السؤال الثاني لا. بقول سؤال والسؤال الثاني. إيش بقى السؤال اللي صاحية فيه؟ الأول صاحية. Bridging the gender gap. Thank you.
يصير مثل بقية المواقع ويكون في شير بوتن مثلا
مثلا انت في عندك مقاله you want to share على الفيسبوك او على تويتر instead of انا I do share articles بال copy paste links ف if you want على اساس انه maybe people they will be more interested just click the button of share on facebook or on twitter ف ان شاء الله ها وتاي said انه في واحد في هذه جديده job title I think for this guy he's VP Vice President لل partnerships في ويكيبيديا فيعني هو شغله الأساسي إنه بي does partnerships فممكن we go through him يعني إنه just like making a deal with Facebook or Twitter على حسب what we need ونشوف بعدين from there and what they will interact with us that's it شكرا شكرا. اوكي هل من اسئله؟ طبعا الو الو مجموعه رابعه ليش الفكره اللي طرحتها رائعه معناتها اذا كان تعمل بحث تطلع لك ريسيرش مثلا تعمل بحث في تويتر ولا فيسبوك يطلع لك ريسيرش صفحه ويكيبيديا لكن انه الشركات هذه مش تقبل كونك انت مش تعمل معناها بحث وتطلع لك صفحه ويكيبيديا وتعمل ريسيرش يعني شنو المقابله نتاعها ولا شنو اللي باش يدفعها باش تعمل شيء كيما هكا اي ثينك تويتر اي فيسبوك ما اعرف بس تويتر راح يقبلون لانه هم they have the same idea about open source التويتر بالذات عندهم هذا الكولابوريشن مع مع الويكيبيديا والمقابل احنا يعني وي ار نوت ما قاعدين نضرهم في شيء يعني مثلا حتى واحد من الشباب قال ليش ما يطلع الفيسبوك بيج مال الشخص هذا مثلا فنان يقول مثلا ليش ما يطلع لك بالسيرش الفيسبوك يفضل انه يطلع البيج مال الشخص عن مقاله ويكيبيديا فاحنا خلي يطلع الفيسبوك بيج بس just like an additional thing just same as Google. شنو المستفيدة Google? Google is another corporation يعني ما لها علاقة بويكيبيديا. لماذا ال first search في Google engine يطلع لك الويكيبيديا؟ collaboration أكيد. Exactly. وهي مش يعني Google ما ربحانة شيء. ويكيبيديا ما تدفع Google مبلغ. 100% يعني متأكدين 100% يعني نتصور نوع من relationship بين أساس ويكيبيديا وGoogle. Exactly. فإحنا الأيديا مش relationships يعني لا يعني Google is doing it because it's Wikipedia because it's successful. حتى البريف يعني one of the stuff إنه قالوا مثلا أنا لما أجي أدور في جوجل إذا أنا ما عندي وقت مثلا قالوا الأخ هذا قال إنه مثلا الناس يفضلون تويتر لأنه تويتر يجيك brief answer مثلا عن مثلا it was the same example عاصفة الحزم مثلا you will get pictures and definitions about this in Twitter yeah. بس مثلا حتى في الويكيبيديا مثلا في جوجل أنا لو مستعجلة وأريد معلومة خلال ثانيتين I can check the brief بالجوجل يعني on the right side على طول يعطي لك إنه هذا ما طبيعة عمل هذا الشخص مثلا فمش يعني I think you know it will work if someone will go and start the على فكرة موجود هذا الشيء في فيسبوك يعني مثلا لو بحثت على شخص معين في فيسبوك او مكان موجود في ويكيبيديا بس لو موجود في فيسبوك يطلع لك ويكيبيديا يطلع لك ولاحظت ان بعض المعلومه الموجوده في ويكيبيديا نفسها موجوده في فيسبوك لانه في فيسبوك they copy from ويكيبيديا from ويكيبيديا يعني انا قصدي انهم they are open to we will they are open to collaborate طيب انا عندي مداخله بما انه موجود في تويتر يعني من فيسبوك يعني موجود في الاثنين اوكي لاحظت انه في حسابات كثير او بيجز كثير عن ويكيبيديا انا فشل فبعضها يا انه تنشر محتويات غير متوافقه مع قوانين المجتمع او تنشر معلومات مغلوطه فتويتر انا اضطريت انه اسوي صفحه ويكيبيديا عربيه بشرح ويكيبيديا يعني عارف انه الشيء هذا يعني
unauthorized بس لأن الناس لما تبحث عن ويكيبيديا غالبا تعتقد أن ويكيبيديا زي أي شركة ثانية وتلقاها بسهولة فلما تقرأ حسابات غير رسمية راح تدخلها أول فلما تأخذ معلومات خاطئة من هنا فهذا يسبب لنا يعني سببت لنا مشاكل فالحساب مش أكتب صراحة حاولت إني أكون فعال فيه لكن برضو مش أكتب عباس أخذ مني اليوزر نيم والباسورد على أساس كذا فعاليات فبرضو ممكن إحنا نستغل اليوزر هذا وننشره على شكل أكبر أو تدير مجموعة من المجتمع أو يعني نشوف الفكرة المناسبة ولكن التجربة قام بها هي وضع حساب مستخدم تويتر أسبوع لكل شخص في آل ويكيبيديا عندي فكرة أكاونت في آل ويكيبيديا عندي Sorry? No, I'm speaking to... No. We have to put that account in the No, I'm speaking to Tai. Are you aware that the account we are Wikipedia? Yeah, I see where the account. And now, every week, there a different person who is tweeting about Wikipedia. And he was tweeting from that account. I did it for a week. Ah, yes, of course. So that's it. I want to do some same thing with this account or if there are any other idea for the one. هل في يعني تقدر تجيب thing يعني مثلا نزيل الاكونت هذا الأوفيشال غير رسمية وكذا أو خلاص يعني لازم لأنه حتصير بين 10 حسابات واحدة رسمية، كيف تعرف أنت الرسمية منهم؟ هو إذا انتشر بشكل أكبر، إذا انتشر بشكل أكبر وكان الفولورز أكثر، فغالباً الناس يعني يجمع الفولورز بس برضو ممكن نحن أنا أتوقع إنه نكلم إدارة تويتر على أساس إنه أيوه صفتنا مين؟ أيوه بالضبط، فنحتاج نحن نكون أنا جربت حاولت أسوي ريبورت بس إذا تحتاج أن تثبت إنك أنت ما تبي تخبر عنك، فهذا الشيء يجي على الشركة المؤسسة أكثر من إنه يجي عليها وبعدين تقدر تحصل البلو تيك يعني الزكر يا سلام بس لازم ترفع اثبات انك تملك الكوبي رايت عشان تشيل اللي هي هذا الشيء موجود الموضوع شيء يعني هناك العديد من النقاشات حقيقه مهم جدا اوكي لا اسئله اكثر لا اسئله في بعض كمان في سيمون نكتفي بهذا القدر تصور